الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نلتقي اليوم في هذه المحاضرة العاشرة من المقرر في رسالة جدد، وسنتحدث اليوم عن معيار جديد وهو معيار فترة الاستبدال. بالتالي سنبدأ اليوم في الفصل 11 الموجود في الصفحة 171، فصل 11 صفحة 171. طيب، تعرفنا في المحاضرتين الأخيرتين على معايير تقييم المشاريع، وتحدثنا عن معيار القيمة الحالية الصافية، ثم معيار مؤشر القيمة الحالية، وأخيرا معيار معدل العائد الداخلي. اليوم سنتعرف إن شاء الله على معيار جديد وهو معيار فترة الاستبدال، أو payback period. طبعا هذا المعيار يعتبر من أسهل المعايير نظرا لسهولته، نظرا لسهولة استخدامه في تقييم المشاريع. ويقصد بفترة الاستبدال الفترة اللازمة لاستعادة التكاليف الاستثمارية عن طريق التدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية التي يحققها المشروع. يقصد بفترة الاستبدال الفترة اللازمة لاستعادة التكاليف الاستثمارية عن طريق التدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية التي يحققها المشروع. وعادة ما يحدد حد أقصى لفترة الاستبدال يسمى فترة القطع. الحد الأقصى لفترة الاستبدال هي فترة القطع وفترة الاستبدال القصوى. فترة القطع هي فترة الاستبدال القصوى المقبولة. طبعا يتوقف قبول المشروع أو رفضه على نتيجة المقارنة بين فترة الاستبدال وفترة القطع. فإذا كانت فترة الاستبدال أقصر من فترة القطع يعتبر المشروع مقبولا، أما إذا كانت فترة الاستبدال أطول من فترة القطع فالمشروع يمكن اعتباره مرفوضا. في حالة المفاضلة أو المقارنة بين مشاريع مختلفة يفضل عادة المشروع الذي له فترة الاستبدال أقصر. كلما كانت فترة الاستبدال أقصر كان المشروع أفضل. فترة الاستبدال هي الفترة اللازمة لاستعادة التكاليف الاستثمارية عن طريق التدفقات النقدية السنوية الجارية للمشروع. يوجد حد أقصى لفترة الاستبدال يسمى فترة القطع. وعادة لكي يكون المشروع رابحا لابد أن تكون فترة الاستبدال أقل من فترة القطع، أي أقصر من فترة القطع. إذن هذا المعيار يستعمل بالكثرة نظرا لسهولته وسهولة فهمه وسهولة احتسابه. نمر الآن إلى طرق احتساب معيار فترة الاستبدال. طرق احتساب معيار فترة الاستبدال صفحة 172 للكتاب. هناك أكثر من طريقة لاحتساب فترة الاستبدال. هناك طريقة أولى تسمى طريقة المجموع التراكمي للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية، تسمى طريقة المجموع التراكمي. حسب هذه الطريقة تكون فترة الاستبدال مساوية لعدد السنوات التي يكون المجموع التراكمي للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية مساويا للتدفقات الاستثمارية. وعيد، فترة الاستبدال تكون مساوية لعدد السنوات التي يكون مجموع التراكمي للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية مساويا للتدفقات الاستثمارية. يمكن أن نأخذ مثال بسيط على ذلك. إذا كان لدينا مشروع تقدر تكاليفه الاستثمارية ب 500,000 دولار وعمره الإنتاجي بخمس سنوات، وكانت التدفقات السنوية الجارية الصافية على النحو التالي. إذا كان مثلا التدفقات السنوية الاستثمارية هي 500,000، التدفقات السنوية الجارية الصافية هي السنة الأولى 70,000، السنة الثانية 100,000، الثالثة 150,000، الرابعة 170,000،
والخامسة 180,000، بحيث المجموع مجموع الصفقات المتأتية من المشروع هي 680,000. نذهب إلى المجموع التراكمي. المجموع التراكمي في السنة الأولى هو 80,000، السنة الثانية نضيف 100,000 تصبح 180,000، السنة الثالثة نضيف 150,000 تصبح 330,000، وفي السنة الرابعة نضيف 170,000 لتصبح 500,000، وأخيرا السنة الخامسة تصبح 680,000. إذن حسب طريقة المجموع التراكمي، فترة الاسترداد هي عندما تتساوى التدفقات النقدية الاستمرارية 500,000 اللي هي سنة صفر مع المجموع التراكمي اللي هو أصبح 500,000 في السنة الرابعة، وبالتالي في فترة استرداد المشروع في هذا المشروع فترة استرداد هي 4 سنوات. يعني ذلك أن في حدود 4 سنوات يمكن لصاحب المشروع أن يسترد أمواله، أن يسترد أمواله أو أن يسترد تكاليفه الاستثمارية. هذه الطريقة هي الطريقة الأولى وهي طريقة المجموعة التراكمية. لكن هناك طريقة ثانية أكثر دقة، هذه الطريقة تعتمد على الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية، وحسب هذه الطريقة تحسب فترة الاسترداد حسب القانون التالي: التدفقات النقدية الاستثمارية، عفوا فترة الاسترداد تساوي التدفقات النقدية الاستثمارية على الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية، هي التدفقات النقدية السنوية الاستثمارية، التدفقات النقدية الاستثمارية تقسيم على الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية. والوسط الحسابي للتدفقات الجارية الصافية هو مجموع التدفقات السنوية الجارية الصافية على العمر الإنتاجي للمشروع، هو مجموع التدفقات السنوية الجارية الصافية على العمر الإنتاجي للمشروع. وإذا طبقنا نفس المعطيات المثال السابق، فالتدفقات النقدية الاستثمارية هي 500,000، الوسط الحسابي هو مجموع التدفقات 180,000 على العمر الإنتاجي 5 سنوات يساوي 3.67 سنة، معناها 3 سنوات تقريبا و8 أشهر. لذلك فترة استرداد المشروع حسب الطريقة الثانية هي 3 سنوات و8 أشهر. وبالتالي نلاحظ أن هذه الطريقة هي أكثر دقة من الطريقة السابقة. لأنك حسب هذه الطريقة فترة استرداد هي 3 سنوات و8 أشهر، أما في الطريقة الأولى ففترة استرداد هي تقريبا 4 سنوات. طبعا ليس لنا أمثلة وليس لنا تطبيقات في الاختبار أو مسائل في الاختبار، لذلك سنمر على هذه التمارين أو الأمثلة بسرعة. ونمر الآن إلى تقييم معيار فترة الاسترداد. تقييم معيار فترة الاسترداد، طبعا هذا المعيار يعتبر الأكثر استعمالا والأكثر استخداما نظرا لسهولته وتوفر المعلومات اللازمة لاستخدامه، كما يعتبر أكثر ملائمة خصوصا بالنسبة للمشاريع التي تخضع لعوامل التقلب السريعة وعدم التأكد. في حالة وجود مخاطر طبعا دائما نسعى إلى أن يكون المشروع الأفضل هو المشروع الذي فيه أقل فترة استرداد ممكن. طيب، لذلك في بعض الأحيان يستعمل هذا المعيار أيضا في ظروف أو يمكن اعتباره معيارا لقياس درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها كل مستثمر. فمن الطبيعي كل ما كانت فترة استرداد أقل كانت المخاطرة أقل، لكن على الرغم من هذه المزايا فإن معيار فترة الاسترداد يشوبه عيبان رئيسيان. هناك عيبان رئيسيان في معيار فترة الاسترداد. أولا، هذا المعيار لا يأخذ بعين الاعتبار الآثار التي تترتب على تشغيل المشروع خلال عمره كامل، ويهتم فقط بالسنوات الأولى التي تسترد فيها التدفقات النقدية الاستثمارية، ويهمل
النتائج التي يؤدي إليها المشروع بعد فترة الاستقرار. لذلك فيعتبر هذا من أهم عيوب هذا المعيار. هذا المعيار لا يخفي عين الاعتبار كل فترة الاسترداد كل العمر الإنتاجي للمشروع الذي يهتم فقط بالفترة الأولى وهي فترة استرداد تكريمية المشروع. لذلك لا نعرف شيئا عن مصير المشروع بعد فترة الاسترداد، هل هو سيحقق أرباح أم سيحقق خسائر. طيب فإذا خذنا مثلا هذا المثال، مثلا لدينا مثال أو لدينا مشروعين يبلغ الاستثمار المبدئي لكل من المشروعين 100,000 دولار، العمر الإنتاجي للمشروع الأول 3 سنوات والمشروع الثاني 5 سنوات، والتدفقات السنوية الجارية الصافية هي كالآتي: بالنسبة للمشروع الأول السنة الأولى 3,000 على 2,000 و 3,000 في السنة الثانية، طبعا 4 و 5 0. بالنسبة للمشروع الثاني في 5 سنوات 20,000 في السنة الأولى، 30,000 في السنة الثانية، 25,000 في السنة الثالثة، 25,000 في السنة الرابعة، و 30,000 في السنة الخامسة. بالنسبة لفترة الاسترداد حسب هذا القانون، ففترة الاسترداد المشروع الأول هي السنة الثالثة، لأن 30 × 40 = 100,000، وهي التكاليف الاستثمارية اللازمة لهذا المشروع. وبالتالي هذا المشروع يستخدمون في السنة الأخيرة أو السنة الثانية. بالنسبة للمشروع الثاني ففترة الاسترداد هي 20,000 مع 30,000، 50 + 25 = 75 و25 في السنة الرابعة، بالتالي تصبح 100,000 في السنة الرابعة. 100,000 في السنة الرابعة معنى ذلك أن فترة الاسترداد تساوي 4 سنوات. وبالتالي فإذا استعملنا هذا المعيار هكذا بشكل مباشر فإن المشروع الأول هو الأفضل، لا فترة الاسترداد 3 سنوات والثاني 4 سنوات. لكن في الواقع المشروع الأول لا يحقق لا ربح ولا خسارة، حين المشروع الثاني يحقق أرباحا ب 25,000 دولار أو عفوا ب 30,000 دولار. وهذا يعتبر عيب من عيوب هذا المشروع، لأنه يأخذ في عين الاعتبار فقط المشروع خلال أو قبل فترة الاسترداد، بعد فترة الاسترداد فلا يهتم بربحية المشروع بعد فترة الاسترداد. العيب الثاني وهو المهم هو أن هذا المعيار يهمل القيمة الزمنية للنقود، لأنه يعتبر النقود لها نفس القيمة وأن قيمتها لا تختلف من زمن آخر أو من وقت آخر. فقيمة 20,000 دولار في السنة الأولى هي نفسها في السنة الثانية، هي نفسها في السنة الثالثة، هي نفسها في السنة الأخيرة. وهذا يعتبر أيضا العيب الثاني من عيوب هذا المعيار. طيب لمعرفة أو لمزيد فهم هذا المعيار هذا العيب نأخذ هذا المثال. لدينا مشروعين تتساوى التكاليف الإسرائيلية وتبلغ كل منهما 400,000 دولار ولهما نفس العمر الإنتاجي للمشروع، ولكن التدفقات النقدية السنوية الجارية تكون كالآتي: المشروع الأول السنة الأولى 200,000، السنة الثانية 100,000، السنة الثالثة 100,000، السنة الرابعة 100,000، المشروع الثاني 100,000 السنة الأولى، 100,000 الثانية، 200,000 الثالثة، و 100,000 في السنة الرابعة. إذا أخذنا فترة الاسترداد لاحظ المشروع الأول قيمة المشروع هي 400,000، السنة الأولى 100,000، الثانية 100,000 في 200,000 تصبح 400,000. معنى فترة الاسترداد المشروع الأول هي السنة الثانية، في حين الثاني 100,000 في السنة الأولى، 100,000 في السنة الثانية، 200,000 في السنة الثالثة، وبالتالي تصبح 400,000 في السنة الثالثة. على فترة الاسترداد هي أيضا في حدود السنة الثالثة. لكن في الواقع 200,000 في السنة الأولى أفضل من 200,000 في السنة الثالثة، 100,000 في السنة الأولى
أفضل من 100,000 في السنة الثانية مرتب الدولي، لأنك عارفون أن النفوذ تختلف متى؟ اختلاف الزمن الذي تأتي فيه، كلما زادت فترة الزمن انخفضت قيمة هذه النفوذ. وبالتالي فانتهينا من هذا من هذين العادات وين؟ هذا المعيار وهو معيار فترة الزمن هو معيار بسيط وكثير استعمال، ولكن له عيبان رئيسيان. العيب الأول هو إهمال، عفوا، العيب الأول هو عدم الاهتمام أو عدم الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي تترتب على تشغيل المشروع خلال عبوره كاملة. والعيب الثاني هو أنه يهمل القيمة الزمنية للناس. إلا أن هذين العيبين يتفاءلان عندما يقوم بالمقارنة بين بشرية تتصف إما بتقارب أعمارها أو بتشابه التوزيع الزمني لتدفقات المحلية الاستمرارية وتدفقات المحلية السنوية الجهد. في هاتين الحالتين يمكن أن يتفاءل هذين العيبين، والذين يتمثل الأساس في إهمال قيمة الزمن المفروض وإهمال دراسة المشروع خلال عموره كاملة. طبعا كلما كانت فترة الاستبداد أقصر كان المشروع أفضل، كلما كانت فترة الاستبداد أقصر كان المشروع أفضل بالنسبة للمستفيد. طيب، وبالتالي انتهينا من هذا الفصل والذي تحدثنا فيه عن معيار فترة الاستبداد، وهو معيار هام ومهم جدا. أعيد وأفسر أن فترة الاستبداد هي الفترة اللازمة لاستيعاب التكاليف الاستثمارية عن طريق التدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية للمشروع. هذا فترة الاستبداد يجب أن تكون أقل من فترة القطع، وفترة القطع هي الفترة اللازمة، هي فترة هي أقصى حد لفترة الاستبداد. ولهذا الاحتساب فترة الاستبداد هناك طريقتين، إما طريقة المجموع التراكمي أو طريقة ثانية وهي الطريقة التي تعتمد على الوسط الفكري. أخيرا أنهينا هذا الفصل بالحديث عن مساوئ هذا المعيار أو عن عيوب هذا المعيار، وهم أساسا عيبان. العيب الأول هو إهمال القيمة الزمنية للمفعول، والعيب الثاني هو عدم الأخذ في الاعتبار الآثار التي تترتب على تشغيل المشروع خلال عموره كاملة. وبالتالي انتهينا من هذا الفصل ونمر إلى الفصل مباشرة إلى الفصل 13 يوم الفصل 12 نفس الوقت فصل 12 نحن. فصل 12 محذوف. طيب، ونمر إلى مباشرة إلى الفصل 13 صفحة 190. فصل 13 وهو الفصل القبل الأخير. فصل 13 وهو الفصل القبل الأخير. في هذا الفصل سنهتم بتقييم المشاريع في ظروف الخطر وعدم التأكيد. في المشاريع في ظروف الخطر وعدم التأكيد. كل ما تحدثنا عنه في السنة السابقة في المعايير السابقة هي ظروف عادية. الظروف العادية. لأنه لا اختلاف بين الظروف العادية وظروف التفرع وعدم التأكيد. هناك ظروف حرب، وهناك ظروف مشاكل اقتصادية، أزمات اقتصادية، هذه الظروف ليست بالظروف العادية. وهي تسمى ظروف الخطر وعدم التأكيد. في ظروف الخطر وعدم التأكيد تصبح التدفقات النقدية الجارية الصافية للمشروع يصبح تقديرها غير دقيق. وتصبح
غير مستقرة وهناك حالات بعدم التأكد يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بقبول مشروع ما يتضح في المستقبل أنه قرار خاطئ بمستقبله. وبالتالي في هذه الظروف يصبح من الصعب أن نتكهن أو نتنبأ بالتدفقات النقدية السنوية الجارية الخاصة بالمشروع بدقة. لذلك فلا يمكن اعتماد على نفس المعايير لتقييم هذه المشاريع في ظروف القطر وعدم ذلك. لا يمكن مثلا اعتماد على ما يسمى ب معيار القيمة الحالية الصافية مثلا أو معيار معدل عائد داخلي أو معيار كثرة الاستخدام أو معيار مؤشر الربحية. كل هذه المعايير لا تستعمل في هذه الظروف الغير مناسبة وتسمى عادة في ظروف الخطر وعدم الكلام. وهناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها لتقييم المشاريع في هذه الحالة. وأول هذه الطرق هي أسلوب تحديد حساسية المشروع، ثم يمكن استعمال أدوات إحصائية مثل الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وغيرها من المؤشرات الإحصائية. وسنبدأ بالمؤشر الأول أو بمعيار التقييم الأول وهو تحديد حساسية المشروع وهو تحديد حساسية المشروع. يعتبر هذا الأسلوب وهو أسلوب تحليل حرفي في المشروع من أكثر المشاريع من أكثر أساليب استعمال مشروعا في مجال تقييم الفرص الاستثمارية في ظروف المخاطرة وعدم التأكد. ويقصد عادة بتحليل حساسية مدى استجابة المشروع المقترح للمتغيرات أو للتغيرات التي تحدث في أحد المتغيرات أو العوامل المستخدمة لتقييمه. نعيد، يقصد بتحليل حساسية المشروع مدى استجابة المشروع المقترح للتغيرات التي تحدث في أحد المتغيرات والعوامل المستخدمة لتقييمه، أو مدى حساسية المشروع للتغيير الذي يطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروع. وهناك أكثر من طريقة لتحليل حساسية المشروع إزاء المتغيرات المتوقعة. من بين الطرق هناك طريقة تحديد قيمة المتغيرات المؤثرة عند التعادل. يعني نعرف أن التعادل تتعادل التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية، وبالتالي في نقص تعادل المشروع يصبح لا رابح لا خاسر. إذا تعادل قيمة حي صافي المشروع تكون تساوي صفر، وبالتالي فالتعادل هو حد أو حدود ما بين الربح والخسارة. وبالتالي يمكن لنا أن نحدد قيمة المتغيرات المؤثرة عند التعادل، لأن وفقا لهذه الطريقة يتم تحديد قيمة كل متغير على حده مع ثوابت العوامل الأخرى طبعا التي تجعل قيمة حالية صافية المشروع المقترح تساوي صفر. وبفهم هذه الطريقة سنأخذ هذا المثال البسيط. ثاني مثال، التكلفة السنوية 8500 دولار، عمر إنتاجي 5 سنوات، العائد السنوي الصافي المتوقع 3000 دولار، ومعدل خصمه 12%. طبعا ليس هناك في الاختبار مسائل، لكن لابد من فهم ما معنى أسلوب تحديد حساسية المشروع. السؤال هو المطلوب تحديد حساسية المشروع إزاء التغيرات المحتملة في المؤشرات الأساسية التالية: الإنفاق الاستثماري، العائد الصافي، العمر الإنتاجي للمشروع، وتكلفة الأموال، أي سعر الفائدة أو معدل الخصم. نبدأ بتحديد حساسية المشروع بالنسبة للإنفاق الاستثماري. نحن سنبحث عن الإنفاق الاستثماري الأقصى الذي يجعل المشروع لا رابحا ولا خاسرا.
بل سنبحث عن الإنفاق الاستثماري الأقصى الذي يجعل المشروع لا رابح ولا خاسر. في هذه الحالة تبحث عن الإنفاق الاستثماري الذي يجعل القيمة الحالية الصافية للمشروع تسدد، وبالتالي تكون القيمة الحالية عائد الصافي ناقص القيمة الحالية للتكلفة الاستثمارية تسدد. القيمة الحالية للعائد الصافي نضرب 3000 في 3.5 لأن تدفقات متساوية في هذا المشروع ناقص قيمة الحالية الصافية للمشروع قيمة الحالية للمشروع تسدد، وبالتالي نجد أن القيمة الحالية الإنفاق الاستثماري تساوي 10815. معنى ذلك أن أقصى حد للإنفاق الاستثماري هو 10815 دولار. لذلك إذا زاد الإنفاق من 2500 دولار إلى 10815 بزيادة قدر 2315 دولار، فإن ذلك يؤدي إلى قيمة حالية صافية المشروع تساوي صفر، يعني ذلك أن المشروع سيكون لا رابحا ولا خاسرا. معنى ذلك أن أقصى حد الاستثمار من الإنفاق الاستثماري هو 10815. كذلك الآن سنقيس حساسية المشروع بالنسبة للعائد الصافي. طبعا سنبحث عن العائد الصافي عندما تكون القيمة الحالية الصافية للمشروع تساوي القيمة الحالية تساوي القيمة الحالية الصافية للمشروع تساوي صفر، معناها القيمة الحالية للعائد الصافي ناقص القيمة الحالية للصافي الثاني تساوي صفر. معنى ذلك أن العائد السنوي الصافي ضرب 3.65 ناقص 8500 تساوي صفر. معنى ذلك أن العائد السنوي الصافي يساوي 8500 على 3.65 يساوي 2357.8. على ذلك أقل عائد سنوي صافي ممكن هو 2357.8. معناه إذا كان العائد الصافي أقل من هذا الرقم فالمشروع سيكون خاسر، أما إذا كان عائد الصافي أكثر من هذا الرقم فالمشروع سيكون رابح. لذلك نستنتج أنه لكي تكون القيمة الحالية الصافية للمشروع مساوية للصفر، طبعا مع ثوابت مع ثبات العوامل الأخرى، فإن ذلك يستلزم عدم انخفاض هذا العائد إلى من 3000 دولار إلى 2357.2 دولار. لما أي انخفاض للعائد لهذا المستوى يصبح بعد ذلك المشروع غير رابح، لأن هذا المستوى 2357.8 هو العائد السنوي الصافي عندما يكون المشروع لا رابحا ولا خاسرا. نمر الآن إلى دراسة حساسية المشروع بخصوص العمر الإنتاجي للمشروع. طبعا بالنسبة للعمر الإنتاجي للمشروع، العمر الإنتاجي في الأصل 5 سنوات، لكن مجرد 4 سنوات ونرى هل سيستمر المشروع في الربح أم لا. لذلك نبحث عن القيمة الحالية الصافية للمشروع عند يكون العمر الإنتاجي يساوي 4 سنوات. فإذا انخفض العائد العمر الإنتاجي من 5 إلى 4 سنوات تكون القيمة الحالية الصافية تساوي 3000 ضرب 3.67، وبالتالي تصبح القيمة الحالية الصافية تساوي 9111 ناقص 8500 تساوي 611 دولار. وبالتالي القيمة الحالية الصافية للمشروع ما زالت موجبة، وبالتالي ما زال المشروع رابح. لذلك عند هذا المستوى المشروع يبقى رابحا عندما ينزل من 5 إلى 4 سنوات. لكن دعونا أن نجرب الآن إلى 3 سنوات. هذا الشيء يبحث عن العائد الصافي، قيمة حالية العائد الصافي تضرب 3000 ضرب 2.402، قال له إن 6.402 هذه تأخذها من الجدول رقم 2 لأن التدفقات هنا متساوية.
إذن قيمة حي الأزهر تساوي 7206، وقيمة حي صافي المشروع تساوي تكون 7206 ناقص 1500 تساوي سالب 1291 دولار. وبالتالي أصبحت القيمة الحالية للمشروع سالبة، وبالتالي أصبح المشروع خاسرا. خلاصة القول يستنتج أن الحد الأقصى، الحد الأدنى لعمر الإنتاج هو 4 سنوات. فإذا كان عمر الإنتاج المشروع أقل من 4 سنوات فالمشروع سيكون خاسرا، أكثر من 4 سنوات المشروع سيكون رابحا. أخيرا بخصوص تكلفة الأموال، سنبحث عن معدل خصم الذي يجعل قيمة الحالية الصافية للمشروع تساوي صفر، وهذا في العادة نسميه معدل العائد. معدل خصم الذي يجعل قيمة الحالية الصافية للمشروع تساوي صفر هو طبعا يجب أن تكون R 1 على R ضرب 1 ناقص 1 على 1 مع R أس 3 أس 5 يساوي 2.835. إذا اعتمد على جملة الصين تقريبا سنجد معدل الخصم يساوي 22%. يعني ذلك أن إذا ارتفع سعر الفائدة إلى 22% يصبح المشروع لا خاسر ولا رابح، وبالتالي كي نربح يجب أن يكون سعر الفائدة أقل من 22%. طيب نمر الآن إلى هذه تسمى طريقة حساسية المشروع، ونمر الآن إلى الطريقة الثانية وهي طريقة معروفة وطريقة استعملتها أنت بكثرة في الإقصاء، وهي التباين والانحراف المعياري للمشاريع المقترحة. التباين والانحراف المعياري للمشاريع المقترحة. طيب يمكن كذلك أن نقيس درجة المخاطرة من خلال قياس درجة التشتت في نواتج المشروع المقترح، وذلك بواسطة العديد من المقاييس الإحصائية كالتباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف. والتباين هو عادة وقع دراسته في علم الإحصاء هو عبارة عن مقياس لمدى تشتت مجموعة من القيم عن وسطه الحساب، ويعرف بأنه متوسط مجموع مربع انحرافات القيم عن وسطها الحساب. وإذا أخذنا الرموز مثلا، إذا كان V هو التباين يساوي مجموع في I ضرب OI ناقص E أس B. طبعا OI هي القيمة المقدرة تحقيقها وفقا للحالة، في I هو احتمال أو عفوا في I هو احتمال حدوث الحال، E هو القيمة المتوقعة أو الوسط الحسابي. أما الانحراف المعياري standard deviation فهو الجذر التربيعي للتباين، والجذر التربيعي للتباين هو مجموع في I ضرب I ناقص E أس B. أخيرا المعامل الثالث هو معامل الاختلاف، وهو أيضا يقيس درجة التباين أو فهو يمكن قياسه مثل القسمة الانحراف المعياري على القيمة المتوقعة. إذن معامل الاختلاف هو الانحراف المعياري على القيمة المتوقعة. في بقية الفصل هذا هي كلها تقريبا تمارين وتطبيقات حول هذين المعيارين، لكن نظرا أننا ليس لنا مسائل فلا نحتاج إلى معرفته ونكتفي بهذا القدر من هذا الفصل. بالتالي يمكن حذف الأمثلة الموجودة صفحة 196 حتى صفحة 202، 196 حتى 202 محذوف، 202 هذا أيضا محذوف. طيب إذن يلخص هذا الفصل بسرعة
في هذا الفصل تعرفنا على معايير تقييم المشاريع في ظروف الخطر وعدم التأكد. وظروف الخطر وعدم التأكد هذه ظروف عندما تكون عندما تصبح التنبؤ بحجم التدفقات صعب، عندما تكون هناك أزمات اقتصادية، هناك حروب، هناك مشاكل، في هذه الحالة تسمى حالات ظروف الخطر وعدم التأكد. في هذه الحالة لا يمكن استعمال نفس المعايير لتقييم المشاريع. فمعيار القيمة الحالية الصافية، ومعيار المعدل العائد الداخلي، ومعيار المؤشر الربحية، ومعيار الخطر لا يمكن استعمالهم في هذه الحالة. وبالتالي نلجأ إلى طرق أخرى، وأكثر طرق استعمالها طرق أو أسلوب تحليل حساسية المشروع. حسب هذه الطريقة ندرس حساسية المشروع تجاه المتغيرات الأساسية والتي تؤثر في المشروع. لذلك تحليل الحساسية يوضح كيف يمكن أن تتأثر قيمة المعيار المستخدم في عملية التقييم، وبالتالي طبقنا نحن طريقة تحديد قيمة المتغيرات المؤثرة عندنا نقطة التعادل، وتعرفنا عن قيمة كل متغير على حدة ستجعل القيمة الحالية الصافية للمشروع تساوي الصفر. ثم تعرفنا على الطريقة الثانية التي تستعمل في ظروف الخطر وعدم التأكد، وهي التباين أو الانحراف المعياري للمشاريع المقترحة. وتعرفنا فيها على التباين ثم الانحراف المعياري ثم معامل الاختلاف. كل هذه العوامل وهذه المؤشرات تستعمل في دراسة عوامل الخطر وعدم التأكد أو تقييم المشاريع في ظروف الخطر وعدم التأكد. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنختم هذا المقرر ولدينا محاضرتين. المحاضرة الأولى إن شاء الله سنحاول إكمال الفصل الأخير والفصل الثالث عشر، الفصل الرابع عشر، ثم نتفرغ إلى بعض الأسئلة أو بعض المراجعة إذا توفر. الآن في الدقائق الأخيرة هذه أنتظر إذا كان في هناك أسئلة أو استفسارات حول هذه المادة وهذا هذه المحاضرة. بالنسبة للمراجعة إذا أكملنا بسرعة الفصل الأخير يمكن أن نأخذ بعض المراجعة، لأن هي دقائق الحي في أصلها هي مراجعة. هل في أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ يمكن أن نقوم بمراجعة في المحاضرة الأخيرة، أو حاولوا أن تحصلوا لنا بعض الأسئلة في المحاضرة الأخيرة. سأعطيكم إن شاء الله تكليف في الأسبوع هذا، في آخر الأسبوع هذا، ليعطيكم فكرة على حول أسئلة الاختبار النهائي إن شاء الله. الكل أنا في اختبار أسئلتكم، إذا كان عندكم استفسارات أسئلة على أي محاضرة من المحاضرات أنا في انتظاركم فيما تبقى من الوقت، لأننا لا نستطيع أن نبدأ في محاضرة ثانية، وخاصة أننا سنبدأ في الفصل الأخير وهو الفصل الطويل إن شاء الله سنتم أو سنكمله إن شاء الله يوم الاثنين القادم. التكليف إن شاء الله في آخر هذا الأسبوع إن شاء الله، ممكن بكرة ممكن بعد بكرة سنرى إن شاء الله. طيب لا في أسئلة؟ طبعا دائما ركزوا على اهم النقاط التي تحدثت عنها، لا تنسوا كثيرا عن الامثله، ركزوا على التعريفات وعلى كل ما تحدثنا عنه في هذه المعايير. ليس هناك فصل 16
الفصل الأخير والفصل 14. بالتالي ليس هناك 16 ولا 15 ولا 14 ولا غيره. في فقط 14. فصل يوم حدث فصل 16 17 18 20 كل هذه محذوفة والحمد لله. الفصل المعروف المحذوف هو فصل 12. فصل 12 هو الفصل المحذوف. وهناك في بعض الفقرات المحذوفة التي تحدثنا عنها في محاضرات السابقة. إذن شكرا على حسن انتباهكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في محاضرتين أخيرتين إن شاء الله.